صباح الفل عليك. شايفين المنظر اللي ورايا ده؟ الشروق، شاطئ راس الخبة. راس الخبة مع راس الحد 50 كيلو تقريبا. الساعة دلوقتي 6:45 على البحر، نصطاد احنا من الساعة 12 بالليل، يعني صيد مش كتير بس في سمك الحمد لله. لكن الأهم هو متنساش، ده أهم حاجة. صباح الفل من راس الخبة. الشروق يا جماعة إن شاء الله حاجة جميلة جدا. الشروق الساعة 6:45 من راس الخبة. تقريبا ب 40 كيلو او 50 كيلو. طبعا الغيوم على البحر، سبحان الله، وسط صباح الفل عليكم. احنا بنصطاد من الساعة 12 بالليل في شاطئ راس الخبة، وحاليا ده الشروق زي ما انتم شايفين ما شاء الله. الصراحة يعني انا اول مرة في حياتي اشوف الشروق بالجمال ده. الجو مع الصيد حاجة تانية. احنا الساعة 6 الصبح، بحاول كل ربع ساعة اصور. الجو ضخمة، كانت الشمس مستخبية بس نعم. راس الخبة زي ما احنا في راس الخبة، لسه في راس الخبة. الغروب.